السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب الصف الثالث ثانوي. احنا معانا دلوقتي حل المعاصر يونت 1 بارت 2 اللي هو زمن الماضي البسيط والماضي المستمر. هنبدأ نحل الأول الميني تيستس اللي موجودة في صفحة 69-69. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى معايا، بداية أي زمن عشان تعرف تحله لازم الأول تقرأ الجملة وتشوف العلامة الزمنية الموجودة، وبناء عليه بتحدد انت واقف مع زمن ايه، وبعد كده بتروح سائل نفسك السؤال المنطقي التاني، الجملة معلوم ولا مجهول. يعني مثلا ايه الفرق بين الجملة واحد والجملة اتنين؟ الاتنين فيهم 2 hours ago، تمام كده. الجملة الاولى ماضي بسيط، معاك في الاختيارات هتستبعد helps و am helped عشان مضارع، عندك بقى help ماضي بسيط was helped. طبعا وجود المفعول عرفك ان ده مبني للمعلوم، يبقى helped me. طيب معاك نفس ذات الجملة ago من علامات الماضي البسيط، يبقى معاك helped غلط و am helped غلط، يبقى معاك helped was helped. تعالى بقى ترجم، انا ساعدت ولا تمت مساعدتي في الواجب بتاعي؟ فطبعا انت لو قلت انا ساعدت، فين المفعول اللي انت ساعدته؟ مفيش، يبقى was helped تمت مساعدتي. تعالى بقى معايا I not lunch mom did. طبعا did that ماضي، ما انت بتحكي عن ذكرى قديمة، يبقى معاك ماضي بسيط. طب انت هنا بتقول امي اللي طبخت الاكل، تمام، يبقى معناها ان هو انا لم اطبخه، انا لم اطبخه، يبقى انت عاوز نفي. النفي was انتقاك، ده مجهول ازاي وفي مفعول هو lunch، يبقى I didn't cook lunch، لم اطبخ الغداء. لكن تعالى برضو نفس ذات الجملة، انت بتقول mom did that، والدتي فعلت ذلك، تمام، يبقى برضو انا لم اطبخ الغذاء، يبقى انت عندك جملتين منفيين. فانت هتقول انا didn't cook by me، لا، الطعام لم يطبخ بواسطتي، لم يطبخ. يبقى ده كنا قايلين ان نفي المعلوم didn't والمصدر، ونفي المجهول wasn't weren't والتصريف التالت. نيجي بعدها جايب بعد كده 5 و6، بيقول the children الاطفال not to school in your car. طبعا بداية حطت علامة استفهام، يبقى الجملة اللي بادية بترتيب خبري غلط، لان احنا عاوزين شكل سؤال، تمام. يبقى انت عندك did you take، ده صيغة المعلوم، دايما did و didn't دول صيغة المبني المعلوم في النفي والسؤال. did you take، هل اخذت، where you taken، هل اخذت، يعني ده معناته هل اخذت، تمام. فانت هنا the children مفعول، يبقى هل انت اخذت الاطفال الى المدرسة في سيارتك. لكن تعالى بعد كده طبعا برضو في علامة استفهام، يبقى يو وذا غلط، لان دول ترتيب خبر. يبقى هنا هل انت اخذت الى المدرسة، ولا هل انت او هل الاطفال اخذوا الى المدرسة، هل الاطفال اخذوا. يبقى برضو نطلع الفرق فين القانونين دول. كنا قايلين في النفي بقى didn't والمصدر معلوم، wasn't weren't والتصريف التالت مجهول، did فاعل مصدر سؤال معلوم هل فعل، وير فاعل تصريف تالت سؤال مجهول هل فعل. طيب تعالى بقى معايا، ايه هنا انت بتقول ماذا نقط to solve the problem، قال لك I paid the bill، دفعت الفاتورة. فهتروح انت قايل له ايه انت بقى؟ هتقول له ماذا فعلت. فطبعا هي واحد يقول لي ايه what you did، اقول له لا، you صيغة خبرية، انت طالما عندك سؤال يبقى انت عاوز الاختيار اللي بادئ بأداة بفعل مساعد، يبقى you did غلط و you were done غلط، ان دول بادئين بفعل، يبقى what did you do او what were done. ترجم ماذا انت فعلت، الاجابه صح. لكن هنا ماذا فعل، واحد يقول لي طب ما هو ماذا فعل لحل المشكله، صح، اقول له بس اداه الاستفهام وات مفرد، تاخد وير ازاي؟ لو وات ووز ضن كنا قلنا صح. يبقى انت هنا لو مشيت على الترجمه ماذا انت فعلت، ماذا فعل، ليه ما خدناش وير ضن؟ لان وير عاوزه قبلها مفعول جم، ماشي الكلام. لكن تعالى تحت اتفقنا ان وات هتشيل يو وهتشيل يو عشان خبر. طيب what did you عاوزة مصدر، عايزة did you do، تمام، لكن what was done ماذا فعل. فاهمين ازاي معايا؟ نكمل مع بعض. في مين تيست نمبر 2 هو بيج 71، بيقول بقى lean used، معروف ان used طالما ما فيش قبلها لا was ولا where ولا became ولا got، يبقى used هنا الفعل شبه الناقص اللي بيجي بعديه to المصدر، يبقى used to. اعتادت ان تبذل قصارى جهدها at school. طيب lean got used، used بقى لو جه قبلها got
او بيكيم، يبقى هنا معناها يصبح معتاد، يبقى صفة، بعدها تو اي ان جي يبقى تو دوج. تعالى بقى جايب العكس، هنا جايب لك هو الاي ان جي. طالما جايب اي ان جي يبقى يوز تو الفعل الناقص ما تنفعش، تمام. طب ليه مس يوز فور ووز يوز فور غلط؟ كنا قايلين ان بي يوز فور مش معناه يعتاد، قلنا دي معناه يستخدم، ان احنا قلنا اول ما يوز تاخد فور هيبقى معناه يستخدم، فبالتالي ما ينفعش اقول انا استخدم لمشاهده كره القدم. امال هتبقى ايه بقى؟ هناخد طالما في اي ان جي يبقى احنا عاوزين يوز تو اللي قبلها فيرب تو بي او بيكام او جيت. طب ليه ام مضارع يا مس؟ علشان انت عارف ان ووز يوز مضارعها ام واز وار يوز، فهيبقى بعدهم اي ان جي يكون معتاد، دي عاده في المضارع مش في الماضي. طيب القطن، قولوا لي بقى لما نلاقي ووز يوزد وعاوز التصريف بعدها، اكتب بقى معايا انه لو اراد تصريف الفعل بعد يوزد ننظر اولا لمعناه، هل معناه يعتاد ولا يستخدم، لان ده لتصريف ولا ده لتصريف. قولوا لي بقى القطن يعتاد ولا يستخدم؟ برافو، يستخدم. طالما يوزد معناه يستخدم، حروف الجر بتاعتها موجوده في الصفحه من فوق، كاتب لك ان بي يوزد لو بمعنى يستخدم، التو بتاعتها وراها مصدر والفور بتاعتها وراها اسم او اي ان جي. يعني هنا السكين يستخدم لقطع الطعام، السكين يستخدم لقطع الطعام، هنا is used to cut is used for cutting. يبقى انا لازم احدد الاول انا عاوز يستخدم ولا عاوز ايه يعتاد. فانا هقول القطن يستخدم، يبقى for making صح، to making طبعا غلط لان to making دي يعتاد، يا for making يا to make، يبقى A and C. طب تعالى بقى معايا I know some old friends the other day. the other day اليوم الفائت او اليوم الماضي، من دلالات الماضي البسيط، ميت مضارع، هاف مت مضارع، ام ميتنج مضارع، يبقى خليكم معايا. بيج 72 صفحه 72، صفحه مهمه، ركز معايا بقى. احنا كنا قايلين ان يستر دي من دلالات الماضي ايه البسيط، يبقى هنستبعد هازنت بين. تمام، وزنت بينج دي ماضي مستمر وعاوزه بعديها تصريف ثالث، يعني ده ماضي مستمر مجهول، وطبعا ده معروف ان عاوز بعديه تصريف ايه تالت، فطبعا هنا مفيش تصريف تالت، يبقى ماشي wasn't be. يبقى فاضلك didn't be wasn't. احنا قلنا مفيش اسمها didn't be، احنا قلنا verb to be ينفي نفسه، يبقى wasn't at home yesterday. وقلنا verb to be لو بعديه حرف جر او صفه او اسم يبقى النفي wasn't weren't، لانك فعل اساسي. نيجي بعدها this morning، هذا الصباح بيبقى ماضي، تمام. فطبعا haven't عاوزه تصريف تالت، hadn't عاوزه تصريف تالت. طيب هتبقى بقى I had any drinks، تناولت اي مشروبات ولا I didn't have. طبعا في حاجات بتخدم اللغه ان انت عاده المفروض انك تعرف ان any بتيجي في النفي، يبقى I didn't have any drinks، لم اتناول اي مشروبات، تمام. any بتيجي في النفي، انا بكرر تاني. نيجي بعدها الجمله دي حلوه قوي I called you، انا رنيت عليك because I know who took the tablet. طبعا called و took زمانهم ماضي، يبقى will know و knows غلط المضارع. بصوا اول حاجة ماضي تشيل المضارع من الاختيارات، فبقى knowing و did know. knowing دي بقى متصرفة يعني ايه الزمن ده اسمه gerund. gerund حروف الجر بتجيب بعدها ing، افعال زي enjoy بتجيب بعدها ing، مفيش حاجات من دي، يبقى knowing غلط. يبقى تبقى I did know. وانا كنت قايلة لكم ان do و does و did زائد المصدر بيبقى معناه حقا وبيستخدم للتوكيد، فيبقى انا حقا عرفت مين اللي اخد التابلت. تعالوا لي بقى هنا I would rather، راجع معايا بسرعه كده. كان عندنا القانون بيقول ايه بقى؟ بيقول ان اساليب التمني، اساليب التمني زي it's time، I wish، I would rather، دول كلهم معناهم هنا ايه؟ اتمنى ان. بص عشان ما نحيرش نفسنا، دول بداية اول ما تشوفهم تقول ان لا يأتي بعدهم مضارع ولا مستقبل، لا تأتي ازمنة المضارع ولا ازمنة المستقبل، دول تخصص زمنين اتنين ماضي بسيط ماضي تام. الماضي البسيط بنستخدمه امتى؟ في حالتين اتنين، لو مفيش علامات معاك في الجمل، يعني انا مثلا قلت اتمنى ان انت تكون بتذاكر كويس وسكت، هتروح انت تقولي طب انا مش باين كده هو
بيتمنى ايه؟ اقول له الماضي البسيط لو مفيش علامات بتاخد بعدهم ماضي بسيط، الا وبتتمنى عكس الحاضر اللي هو بقى جايب لك لفظ من الفاظ المضارع زي today now this moment at present في الحاضر. يبقى انا باخد بعدهم ماضي بسيط لو مفيش علامات في الجملة مش محددة الزمن، او بنتمنى عكس الحاضر. بناخد ماضي تام في استخدامين، ندم على ما مضى، يعني تقول مثلا انا كنت اتمنى ان حضرت مثلا جنازة زميلي مثلا، او كنت اتمنى ان حضرت حفلة عيد ميلاد، ده بيبقى ندم، لان انت لو لسه بتتمنى عكس الحاضر من انت قدامك تروح. او ماضي تام لو فيه دلالة ماضي في الجملة، عندك دلالة ماضي في الجملة. فطبعا خليك بقى معايا الجملة اللي انا لسه بنقراها دي بقى، I'd rather، انا اتمنى، you not my tablet، هل في دلالة في الجملة؟ لا. قال لك طبعا يبقى تمني عكس الحاضر، اتمنى ان انت ما كنتش خدت التابلت. طبعا انا قلت لك شيل المضارع والمستقبل المختار، يبقى didn't take. طب ليه ما خدتش hadn't taken؟ انا قلت لك عاوزه دلاله ماضي، او عاوزه ندم على ما مضى، وما جابش في الجمله كده. لكن تعالى بقى، اتمنى انا ما كنتش خدت التابلت امبارح، هنا في دلاله ماضي بقى، يبقى هتقول hadn't taken. طبعا ما ينفعش don't take و haven't taken، انا قلت لك ما بتجيش مع المضارع ولا المستقبل. تعالى اللي بعدها، جايب بعد كده في ميني تيست 4 اللي هي صفحة 73، جايب بيقول لك at 3 yesterday. طبعا كنت قايله لك ان الفرق بين الماضي البسيط والماضي المستمر، ان الماضي المستمر اول استخدام له بيعبر عن شريحة من الماضي او جزء من الماضي. فانت مش بتتكلم عن yesterday، يعني انت هنا مش بتتكلم عن yesterday، انت بتتكلم عن الساعة 3 امبارح، يبقى ده شريحة من الماضي، يبقى ده وصف جزء من حدث، يبقى ماضي مستمر. عندك 2 ماضي مستمر، was checking معلوم عاوزه مفعول وراها، was being checked ده مجهول. فانت هتقول امبارح الساعه 3 الميكانيكي كان يفحص السياره معلوم، لكن امبارح الساعه 3 السياره كانت تفحص، يبقى ده مبني للمجهول. تعالى لي على اللي بعدها، انت بتقول برضو yesterday at 7:30 ده جزء من الماضي، فبالتالي انت ده ماضي مستمر. فانت هتقول التيشيرت كان يكوي ولا يتم كويه؟ بالامس يتم كويه. طيب الماضي المستمر في المبني مجهول، was aware being والتصريف التالت، يبقى انت هنا ناقصك كلمة ايه؟ being، عشان تكمل المكعبات بتاعة الايه؟ الجملة، مكعبات الجملة اللي معها على بعض، يبقى was being يكوي. طيب while، كنا قايلين ان while بيجي بعدها ماضي مستمر من الافعال اللي بتقبل استمرار بعد الكومة، ماضي بسيط لو قاطع، ماضي مستمر لو شكوى او حدث موازي. فانت هتقول بينما سما كانت بتعوم في حمام السباحة خليتها كانت تسمع موسيقى، حدثين موازيين لبعض فيش واحد منهم اعاق التاني، يبقوا الاتنين ماضي مستمر. طب هنا بقى ماذا حدث عندما انا رأيتك بالامس؟ الفعل حدث من الافعال السريعة اللي لا يفضل وضعها في الاستمرار، يبقى what happened. طبعا سو ماضي، هتستبعد has happened و happens عشان مضارع. was happened ده الفعل happen، انت واخد انه فعل لازم ملوش صيغة مبني للمجهول، يبقى what happened. خليكوا معي mini test رقم 5 اللي هو صفحة 75، بيقول طبعا هو بقى mini test number 5 ده بيمتحنك فيه الروابط الزمنية الخاصة بالماضي المستمر. فانت لو بصيت بتقول نقط I was taking a shower، انا باخد دش، my phone rang. طبعا لو بصينا I was taking ده ماضي مستمر، الماضي المستمر ممكن يجي بعد during، لا طبعا لان during بيجي بعدها اسم او ing. طيب بيجي بعد while، ايوه while فاعل ماضي مستمر، ممكن يجي بعد when، يعني انا كنت قايله لكم ان while بتساوي when، while بتساوي when لو بعدها ماضي مستمر، النص التاني ماضي بسيط او مستمر. لكن when مش بتساوي while امتى بقى؟ لو عكست، لان انت عارف ان when ممكن يجي معاها كل الازمان، فلو when جه بعدها ماضي بسيط كحدث قاطع وقبلها ماضي مستمر يبقى كده مش بتساوي when بقى. يبقى الفرق بين while و when ايه؟ ان while ممكن تنوع، تساوي when بتساوي while لو بعدها ماضي مستمر، لكن لو بدلنا وجبنا الماضي البسيط الاول ما بيساووش بعض، يبقى هما هنا الاثنين بيساووا بعض عشان بعدهم ماضي ايه؟ مستمر. تعالى لي على الجمله اللي بعد كده، I was taking a shower، نقط زي الفل. انا لسه قايله لك لو جاب ماضي مستمر الاول بعدين ماضي بسيط، وايل كده طلعت من حساباتنا، وديورنج ما بيجيش بعدها جمله، يبقى معاك وين ماضي بسيط. نقط ماي شاور، طبعا ماي شاور عباره عن اسم اللي هو الدش، وايل ما بيجيش بعدها اسم لكن بيجي بعدها حرف جر زائد اسم مثلا، يبقى وايل
ما بيجيش بعدها اسم، وين ما بيجيش بعد اسم كده during زائد اسم، واكتب جنبها اسم يستغرق مدة زمنية، يعني الدش بتاعك مش بيحصل في لحظة، بياخد معاك مدة زمنية. تمام، نيجي بعدها not doing the house the homework she usually had her glasses on، وهي لابسة النضارة. انت لو بصيت هنا doing عبارة عن ايه؟ ing، فانا ممكن اقول while فاعل was where ing، صح، وايل اي ان جي لان الفاعل بتاع الجملتين شي وشي واحد، صح، وممكن وين يجي بعدها اي ان جي لو مفيش فاعل، فاكتب لي كده يمكن ان ياتي بعد وين اي ان جي مباشره عند حذف الفاعل، يعني ممكن اقول وين دوينج ذا هوم ورك. تعالى لي بقى هنا في الجزء اللي فاضل ده، احنا بنقول نوت ماي ديبارتشر اي فيلت فيري نيرفس، اكتبوا ديبارتشر يعني المغادره، طبعا اسم، فالاسم معروف انت بتبص يا اما during لو الاسم بياخد مده زمنيه، يا اما on لو الاسم اللي بيدل على حدث لحظي او سريع. فهنا هنقول اثناء المغادره، لا لحظه المغادره، حتى هو مش جايب during في الاختيار، بس هنفترض انه جايب during. المغادره والوصول في الاسمين دول، دول يعتبروا حدثين سريع المده، ما بياخدوش مده زمنيه طويله، ياخدوا لحظه الوصول لحظه المغادره، مش during. during هتبقى غلط، خليكم معايا. عندنا بقى صفحة 76 معانا بقى اللي هي exercises general العامة. السؤال رقم واحد بيقول I know at dinner when عادل arrived. طبعا هنا لغاية دلوقتي طبعا arrived ماضي، فانت هتستبعد طبعا am having غلط، فيبقى had سرد احداث صح، هاد هاد حدث اول، خلصت الاكل لما وعاد صح، كنت مستمر في الف الاكل وعادل وصل في منتصف الاكل، هيبقى صح، لكن لازم يديك جمله توضيحيه، يعني بقول لك انا بحراره طلبت منه يشاركني الوجبه، يبقى عادل وصل بعد انتهاء الوجبه ولا اثناء الوجبه؟ اثناء الوجبه، يبقى عادل وصول، عادل وصول حق عادل حدث قاطع لتناول الاكل، مش قاطع يعني وقفه، قاطع يعني حصل في منتصفه، يبقى هتبقى I was having دينر وانا عادل قرايه، عشان كده عزمت عليه ان هو يقعد ايه يتعشى معانا. نيجي بعدها ماي سيستر نوت هير يونيفرستي ديجري، اللي هي مؤهل الجامعي ان 2018، طبعا احنا قلنا ان تاريخ قديم ماضي بسيط، سنس تاريخ قديم مضارع تام قايلين الكلام ده، يبقى احنا عندنا ان هنا هتبقى ماضي بسيط سرد احداث وذكريات، يبقى جات. ماشي، what not at 7 p.m. yesterday، قلنا yesterday لوحدها ماضي بسيط، yesterday معاها لفظ يعبر عن جزء من الماضي، يبقى ماضي مستمر. يبقى هنا هناخد طبعا what عشان أداة استفهام، مفيش ترتيب خبري، ترتيب الخبري غلط، يبقى where you doing. نيجي بعدها هنا بقى بيقول she not dinner when we returned home، طبعا وين بعدها ماضي بسيط، مينفعش قبلها مضارع، ادي مضارع غلط، مضارع غلط، يبقى wasn't made wasn't making. طبعا هسألكوا سؤال، wasn't made دي عبارة عن ايه؟ برافو عليك، فيرب تو هي والتصريف التاتي، وده مبني للمجهول، مبني مجهول ازاي وفي dinner مفعول، يبقى I wasn't making dinner لما اكن اصنع العشاء عندما رجعنا المنزل. طبعا هنا عشان مش جايب جملة توضيحية مخيركش ما بين زمانين، ما قالكش بقى مستمر ولا تام ولا الكلام. طيب number 5 Mr. أشرف not to the club yesterday، yesterday ماضي بسيط محددش الوقت، يبقى ده ذكرى قديمة سرد أحداث، يبقى went to the club. طيب my uncle not me at 9 yesterday as arranged كما هو مرتب، هيجي بقى طالب يقول لي الجملة دي يا مس عملت لي مشاكل، ليه يا حبيبي؟ علشان المفروض إن at 9 yesterday حدد وقت في الماضي، يبقى معايا ماضي مستمر، يبقى my uncle was calling me. أقول له هسألك سؤال، أنت دلوقتي لو عندك الماضي المستمر مش موجود، البديل الماضي البسيط، يعني اكتب لي كده إذا كانت الجملة تدل على الماضي المستمر ولم نجد في الاختيار ماضي مستمر، يكون الماضي البسيط هو البديل، خلاص الماضي البسيط معاك هو البديل، فطبعا هنا هتبقى I called my uncle at 9 yesterday as arranged. نيجي بعدها دي سهلة 7 my uncle didn't، didn't لما بتنفي didn't يبقى ده معلوم وراك مصدر، فهتبقى didn't والمصدر didn't call مي at 9 yesterday، برضه هنيجي at 9 yesterday هتروح قايل لي يا مس هي مش دي المفروض ماضي مستمر، يبقى wasn't where ing، اقول له ماشي، ما هو بقى خلاص احنا اتفقنا بديل الماضي المستمر لو مش موجود الماضي البسيط، والماضي البسيط بتنافي didn't والمصدر. طيب تعالى بعد كده
سؤال سهل، السؤال الأول did يبقى بعده إيه؟ مصدر، يبقى did Mr. Waleed offer to help؟ أنت قلت I have no idea. طيب where أداة استفهام، يبقى عاوز على طول أول حاجة تستبعد الترتيب الخبري، you got you had got، معك did you get، وطبعا B and C غلط، did you get this blouse Sam؟ I know it was my own homework. تمام، فأنت هنا طبعا الجملة بدون علامة زمنية، فطبعا طالما الجملة بدون علامة زمنية يبقى معانا مضارع تام، فهتروح انت ايه المضارع التام اهو، اقول له ثواني بس، انا ساعدت في الواجب بتاعي ولا انا تمت مساعدتي؟ تمت مساعدتي، يبقى انا الاولى بقى من الزمن المعلوم والمجهول عشان المعنى، لان انت لما جبت الزمن صح لقيت المجهول والمعلوم مش مظبوط، هتبقى انا ساعدت في واجبي، لا انا تمت مساعدتي، المجهول الوحيد اللي فيه بي والتصريف الثالث اللي هو was help، رغم ان مفيش علامة زمنية، لو فيها have been helped هتبقى صح طبعا ومفيش كلام في الموضوع. نيجي الجملة رقم 11، بيقول رقية هو الجملة دي حلوة صراحة، رقية هو 16، واحدة عندها 16 سنة، was born ولدت، انت لو بصيت على was born، was born ماضي بسيط مجهول، طيب ينفع نستبعد مثلا 16 years لان ما معكش ده احد ما معهاش دلالة ماضي، يعني ازاي تبقى رقية ولدت 16 سنة، يعني هتتولد 16 سنة ازاي، يبقى المفروض لو كانت 16 years ago كنا قلنا ماشي. طيب تعالى نشوف بقى الباقي دول من دلالات الماضي، المعنى بقى رقية ولدت، رقية اللي عندها 16 سنة ولدت اليوم الماضي، اليوم الماضي وبقى عندها 16 سنة، ولا ولدت ذات مرة، ولا ولدت في 2007 في 2007. طب تعالى هنا رقية اللي عندها 16 سنة ولدت، تمام كده، نقط اجو، احنا قلنا اجو يبقى عاوزه قبلها مده، ما ينفعش اقول ذا اذر دي ولا دي، طبعا خلاص دي المعنى بتاعها مش ماشي، يبقى تبقى 16 years ago من 16 سنه. طيب I ran into، الفيرب ران into يقابل بالصدفه، فانت بتقول I ran into رقيه، قابلت بالصدفه رقيه، behind the time ورا الوقت خلف الوقت، طب 16 years عاوزه ago، طيب وسنس عاوزه مضارع تام، انا كنت قايله لكم في فرق بين ان وتاريخ قديم، ده ماضي بسيط، سنس وتاريخ قديم مضارع تام، هل ده مضارع تام؟ لا، يبقى هتبقى the other day اليوم الفائت او اليوم الماضي زيها زي yesterday. 14 much noise كثير من الضوضاء، نقط when I arrived، when I arrived زمانها ايه؟ برافو عليكم ماضي، يبقى هاز غلط ما تجيش معايا. طيب الضوضاء بقى صنعت ولا صنعت عندما وصلت؟ صنعت، يبقى ما ينفعش الاي ان جي، الاي ان جي معلوم، يبقى يا وير ميد بي والتصريف الثالث، يا وير ووز بينج ميد، طبعا نويز مفرد ما ينفعش وير، يبقى ووز بينج ميد، الضوضاء كانت بتصنع اثناء وصلته، دي جمله شكوى، انا كنت قايله لك ان الماضي مستمر سواء معلوم او مجهول، لو ما جاش حدث قاطع يبقى معاك شكوى وضيق. The hair of the little girl is done، شعر العروسة الصغيرة بتاعت البنت الصغيرة ووز نقط، فانت انت عارف ووز وير بيجي بعديهم اي ان جي في المعلوم، طبعا مفيش اسمها ووز بين، ووز بين دي غلط، اختياري الاولهم بين دول غلط لان دول عاوزين هاف وهاز، يا ووز كامبينج اكتبوا كام اللي هو يسرح، يا يتم تسريحه، شعر العروسة هيسرح ولا يتم تسريحه؟ يتم تسريحه، يبقى ووز وير بينج التصريف التالت المجهول من الماضي المستمر. طيب not presenting the lesson the teacher allowed questions، سمح بالاسئله، طبعا during بيجي بعدها اسم، ولو جه اي ان جي بيبقى الفعل مختلف، يعني لازم يبقى اللي عامل الجمله الاولى مش اللي عامل الجمله الثانيه، فاكتبوا كده ان during بيجي بعدها اسم او اي ان جي لو الفعل مختلف، مش لو الفعل واحد بقى، لو الفعل مختلف، انما هنا while اي ان جي when اي ان جي سوري while ing when ing لو الفاعل واحد، يعني كان اصل الجمله while the teacher was presenting the lesson when the teacher was presenting the lesson، الاثنين صح حاسفين الفاعل اللي متشابه مع الفاعل التاني، يبقى هنا هتبقى الاثنين صح A and B. 17 نقط the lesson the teacher allowed questions، هنا بقى the lesson اسم صريح، يبقى هتبقى ايه بقى during. تعالوا لي على الجمله 18 و19، بيقول from 7 to 11 من الساعة 7 للساعة 11، طبعا ده جزء من الماضي، انت حددت لي من الساعة كذا للساعة كذا، يبقى هنا انت بتتكلمني عن جزء من الماضي، طيب جزء من الماضي يبقى ماضي مستمر، ما ينفعش طبعا has revised، ما فيش دلالة مضارع تام،
ووز ريفايزد مبني للمجهول ازاي وفي مفعول، هتبقى من الساعة 7 الساعة 11 لين كانت تراجع معلوم الدرس. لكن تعالى بقى من الساعة 7 للساعة 11 الدروس كانت تراجع ولا تراجع؟ تراجع. فطبعا دي معلوم، دي غلط، دي معلوم عشان مفيش بين فدي غلط. have been revised مفيش دلالة مضارع تام، يبقى were being revised المجهول في الماضي المستمر. طيب I used، حدد used هنا أنا أعتاد، تمام. الفعل يعتاد، هل قبله got أو became أو was or were؟ لأ، يبقى وراه to المصدر. لكن I became، became used، got used، was or were used، يبقى to اسم أو ing. يبقى I became لأن دي صفة، used to getting. تمام. 22 there are always، في دايما economic crisis، أزمات اقتصادية، نقط pandemics، أثناء، أنت بتقول أثناء الجائحة أو الأوبئة. فطبعا while ما بيجيش بعدها اسم، as بتساوي while بمعنى بينما، when بيجي بعدها يا جملة ماضي مستمر يا جملة ماضي بسيط الدرس بتاعنا. هل pandemic بتمشي في الليلة دي؟ لا، during زائد اسم. how long ago، احنا كنا قايلين خلي بالك من how long دي لأن how long tricky. كنت قايلة لكم ان معانا لو في how long وعلامة استفهام جملة واحدة مضارع تام، مضارع تام مستمر. جه قبلها فور، how long، هي مضارع تام، مضارع تام مستمر. لكن ركز بقى معايا، لو قلنا since when برضو مضارع تام، مضارع تام مستمر. لكن تعالى بقى how long ago، طبعا دي مش معناها كام المدة، معناها متى. كده طالما دخلت على how long ago يبقى معاك ديت فاعل مصدر. فهمتوني بقى كده؟ وهنا بتساوي when اللي هي half بمعنى متى. تمام كده؟ فانت تركز معايا في دول لان دول ادوات استفهامية خداعة. تمام؟ ركز بقى، انت بتقول how long ago، ago يبقى did فاعل مصدر، يبقى did your father come. بعدها while، طبعا معروف ان while بيجي بعدها ing لو مفيش فاعل والضمير واحد، يا اما فاعل was where ing. فطبعا ما ينفعش while am waiting. تمام، مفيش فاعل ما ينفعش was waiting، يبقى while waiting على طول. تمام، خليكم معايا. الجملة 25 من الجمل المهمة قوي بقى، جمل جامدة يعني. بيقول while سمير was doing his homework his sister not too loud music. فانت لو بصيت في الجملة دي هتروح تقول ايه؟ he wasn't able to concentrate، ما كانش عارف يركز، يبقى ده حدث قاطع، استماع اخته الموسيقى حدث قاطع. اقول له لا، هو ما قالش نوقف موسيقى، ما قالش قصدي نوقف مذاكرة، هو قال لك مش عارف يركز، يعني هو مكمل مذاكرة. فالتالي تتكلم عن توازي احداث مسبب الضيق والغضب، ان وانا بذاكر وانا مستمر في مذاكرتي اختي مستمرة في عزف الموسيقى، وبالتالي الحدثين ماشيين موازيين لبعض ومسببين للشكوى. فقال لك الجملة دي بتحكي عن قصة فيها حدث فيه شكوى مش تقاطع، يعني انت بتشتكي دلوقتي بتقول ما كانش عارف يعمل الواجب، مش عارف يركز لان اخته كانت مستمرة. لما لو اختك عزفت موسيقى عزفة واحدة وقطعت الواجب خلاص، يبقى انت وقفت، مش عارف تذاكر، انت هتبقى وقفت خالص. فهمتني كده؟ يبقى احنا عندنا في توازي احداث سبب الضيق والايه الشكوى. يبقى اثناء ما سمير كان بيعمل واجب اخته كانت عماله مستمره في عزف الموسيقى، وبالتالي ما كانش في تركيز. تعالى لي بقى، انا كنت قايله لك ان في قانون بتاع يوزد تو مهم قوي، ركز فيه بقى اللي هشرحه لك ده لانه مهم. كنا قايلين ان لو فاعل يوزد تو زائد مصدر الفعل وبعد كده راح جايب لك but now، but now بتدي تناقض في المعنى والزمن. يعني ايه؟ يعني انا قلت لك دلوقتي انا اعتدت ان امتلك الكثير من المال، يبقى انا كنت غنيه في الماضي، يبقى انا الان مش غنيه. انا اعتدت ان ادخن في الماضي، يبقى انا دلوقتي مش بدخن. فهمتني؟ فلازم but now يجي بعدها جمله تعطي عكس المعنى، جمله عكس المعنى، ولازم يبقى زمانها مضارع.
لان انت بتقارن بين الماضي والحاضر. طيب لو طبق بزمن المضارع بقى ده، هنبص بمصدر الفعل اللي بعد used to. لو مصدر الفعل اللي بعد used to ده verb to be، يبقى هتقول but now فاعل، ولازم يبقى فيه هنا verb to be. يعني اقول لك مثلا she used to be a nurse but now she is مثلا retired، متقاعد. لو مصدر الفعل اللي بعد used to ده فعل عادي، اللي هو بقى فعل عادي زي clean و drink والكلام ده، يبقى بعد but now فاعل، وتجيب بقى يا دو يا does نفي واثبات حسب الايه المعنى. تمام، لان انت بتقول اعتدت ان اعمل كذا ولكني الان لا اعمل او لا افعل، فاش verb to be. يبقى verb to be كمل ب verb to be النص التاني، فعل عادي هيكمل بدو does كفعل مساعد. خليك بقى معايا هنا علشان الكلام ده موجود في الورقه اللي جاي في السؤال ده. السؤال بيقول I used to play football when I was young but now. هتروح انت قايل لا معلش but now يبقى بعدها مضارع، يبقى دي غلط ودي غلط لان تناقض. انا معتاد ان العب ولكن الان لا افعل. I'm not، لا مفيش verb to be هنا، يبقى I don't. يبقى used to فعل في المصدر but now don't و doesn't عشان تجيب المعنى. نيجي برضو الجملة اللي عملت جدل برضو لما انتوا جيتوا تحلوا الكتاب، بيقول لك my mother not the table for lunch. بص يا ولاد، في فرق بين ان الاختيار ده يبقى مش موجود، هتروح قايل لي جمله مجهوله الزمن يبقى مضارع تام، يبقى هست اقول لك صح. تمام برافو. بس برضو لو انا بقى حطيت ان التلاته صح، تقدر تحكم الجمله دي ماضي ولا لا؟ ينفع ست ماضي، ينفع وصفتنج وصف حدث ماضي، وينفع ست لان دي المتفقين عليها. فلو انت قال لك A B C صح، معناته التلاتة يمشوا، بس أفضلهم هالست. يعني لو خدت الأفضلية هالست، لكن التلاتة مش غلط. أنت بتوصف ذكرى قديمة ماضي بسيط، وبتوصف ماضي مستمر، وبتوصف مضارع تام، فالتلاتة هنا صح. My mother not the table for lunch when I arrived home so I helped. طالما أنا ساعدت، لازم هديك جملة توضيحية. طالما ساعدت والدتك أولا when I arrived ماضي، استبعدت هالست. طبعا ست ماضي بسيط والستنج ماضي مستمر. ماما عدت المنضده للغدا لما وصلت، دي تبقى ذكريات قديمه. ما فيش ذكريات قديمه، هو بيقول لك ساعدتها. ساعدتها يبقى عاوز يعرفك ان القصه دي وصولك حصل اثناء تحضير الترابيزه، يبقى when I arrived my mother was sitting the table. تعالوا على بعدها. الرابط زين، انا كنت قايله لكم ان زين ثم ومعاك سون، الرابط سون قريبا، بيبقى زمن الجملتين واحد. يبقى ما تجيش بقى تقول لي الجمله الاولى هتبقى ماضي مستمر او ماضي تام والثانيه ماضي بسيط، لا الاثنين ماضي بسيط، يبقى ماضي بسيط زن ماضي بسيط. تمام. طيب 30 حلو، فيها فكره جميله. هنا بيقول لك didn't she، didn't she ده نوعه ايه؟ السؤال المزيل question tag. قال لك السؤال المزيل بيبقى عكس اثبات ونفي الجمله بس نفس الزمن. يعني احنا متفقين طالما معاك didn't يبقى ده ماضي، يبقى انت هتستبعد المضارع زي ما احنا عاملين. طيب معاك ماضي مثبت وماضي منفي. النقطة التانية اللي عارفينها على السؤال المزيل ان هو خلف تعرف لو هو منفي الجملة مثبتة ولو هو مثبت الجملة منفية، فيبقى طالما منفي يبقى الجملة مثبتة. نيجي للتلات جمل برضو اللي الناس سألت فيهم، علي عامل مشاكل آخر الجملة. هقول لك بقى حاجة، عود نفسك لو الاسم مخاطب وقبليه كوما يبقى كأنه مش موجود. يعني تعالى كده مع بعض هنداريه كده بالقلب، هنعتبره مش موجود خلاص. طيب did you feed مش ده ماضي معلوم؟ طيب فين المفعول بتاعه بقى؟ did you feed مين؟ خلاص. طيب where you feeding برضو ده معلوم، الاي ان جي معلوم، ماضي مستمر معلوم، فين المفعول؟ طيب you were fed، you were fed اللي هي نمبر دي ازاي وانت عندك صيغه سؤال، انت عايز صيغه سؤال، يبقى هتبقى where you fed علي، هل انت اطعمت يا علي؟ لان علي مخاطب معناته يا علي. تعالى بقى شيل الكوما، لا علي كده بقى جزء من الجمله، بقى في موقع مفعول لان قبليه الفعل فيد، يبقى هنا في مفعول موجود، يبقى سؤالك معلوم. طب احنا مستبعدين يو وير دي عشان ما خبري، يبقى تبقى ديد يو فيد هل انت اطعمت علي. طيب علي راجع مخاطب، يبقى راجع تاني ملوش قيمه لان انت ممكن تشيله. طيب نقطه، يبقى ما ينفعش ديد ولا وير ولا وير لان ده صيغه سؤال، يبقى يو وير فيد انت اطعمت يا علي. نيجي بعدها هنا بقى 34،
When I was a primary school student، لما كنت طالب في المدرسة الابتدائي. أظن واضح جدا بيحكي ذكرى، ذكرى قديمة، مفيش تقاطع أحداث ولا تتابع، يبقى I got up، كنت بصحى بدري، ذكريات قديمة. تعال is used، أنا كنت قايلة لك لو طلب تصريف الفعل بعد used أبوس إيديك وتحدده الأول يستخدم ولا يعتاد. فالسكينة الحادة تستخدم ولا تعتاد؟ برافو، تستخدم. طالما تستخدم قلت لك يبقى used، لو معناها يستخدم يبقى to المصدر for ing، to المصدر لكن for ing. هل في for ing؟ لا، يبقى to الايه والمصدر. تمام، انا عرفت مين had broken زمانها ماضي تام، الماضي التام بيكمله الحدث التاني ماضي بسيط. تمام، يبقى ما ينفعش was knowing لسببين، فعل ان هو ما بنحطش في الاستمرار. ثانيا السبب التاني ان الماضي التام ما يجيش مع الماضي المستمر في جملة واحدة، دول بيكرهوا بعض. الماضي التام بيعوز ماضي بسيط، فده ماضي بسيط مش مؤكد، يعني مفيش قبليه اسلوب توكيد يبقى صح، وده did no ماضي بسيط مؤكد، الاتنين صح، يبقى A and B اللي هو اسلوب التوكيد اللي واخدينه. نيجي بقى لأساليب التمني، بفكركوا تاني، أساليب التمني شرحناه في الورقة الزيادة، I wish وأساليب التمني. ماضي بسيط لو تمني عكس الحاضر أو ما عندكش علامة زمنية، ماضي تام لو معاك لفظ ماضي او ندم على ما مضى. تعال بقى اي وش، انا اتمنى، هنستبعد المضارع، يبقى ماضي بسيط لان مفيش دلاله ماضي. تمام، لو عندي عربيه تمني عكس الحاضر، اتس هاي تايم، اتمنى، هي نقط هوم. طبعا اول ما تلاقي اتس هاي تايم اسلوب تمني استبعد المضارع، اتبقى لك ماضي بسيط وماضي تام. هل الجمله فيها دلاله ماضي عشان تجيب تمني عكس الماضي؟ لا، يبقى returned home. خليك معايا الجملة رقم 39 بيقول فيها I'd rather you not me to lend you money you embarrass me. embarrass يعني يحرج، بيكسفني. embarrass زمان مضارع، واضح جدا انه مستخدم في كلام الفعل المضارع، يبقى انت هنا بتتمنى عكس الحاضر، يبقى اتمنى ان انت ما كنتش طلبت فلوس. تمام، ما ينفعش ماضي تام. طب ليه ما فيهوش wasn't asked؟ عشان مي مفعول، يبقى انت عاوز نفي المعلوم. انا اتمنى انك ما كنتش طلبت مني اسلفك فلوس، يو اونلي امبارس. ايه اللي حصل؟ مسكت الفعل امبارس حولته من مضارع لماضي، فتحولت وظيفه جمله التمني من تمني عكس الحاضر لتمني عكس الماضي، انت احرجتني، يبقى انت بتقول اتمنى اني ما كنتش طلبت فلوس، يبقى hadn't asked me to lend you money. طيب on holiday كنا قايلين ان on حرف جر، حرف جر زائد اسم يبقى while، during اسم على طول during the holiday. طبعا as و just as بيجي بعدهم ماضي مستمر، ما ينفعش يجي اسم ولا حرف جر زائد اسم. طيب no other father arrived، انا لسه قايله لكم arrival وصول، اولا ده my father's arrival اسم، يبقى لو ان تنفع ولا while تنفع، انت ما بين on و during، قلنا during بيجي بعدها اسم يستغرق مدة زمنية طويلة، لكن هنا انت بتقول لحظة الوصول، لحظة المغادرة، يبقى on arrival. تمام، دي جميلة بقى، دي جملة مجهولة الزمن، فانت عاوز مضارع تام، مفيش مضارع تام، يبقى انت هتعمل ايه بقى؟ هتضطر تستبعد المعنى. my parents مفعول، يبقى ده مبني للمعلوم، يبقى was loved غلط لان ده بي والتصريف التالت مجهول. was loving ده ماضي مستمر، ولاف من افعال المشاعر ملهاش استمرار. was being loved ماضي مستمر مجهول برضو، استمرار being دي ما تجيش قبل love خالص لان ده مجهول في زمن مستمر، يبقى غلط، يبقى I loved my parents. my car not down midways في منتصف الطريق، فانت هتقول عربيتي اتعطلت. الفعل يتعطل فعل سريع ملوش استمرار، فعل لازم ملوش مجهول. تمام، يبقى انت قدامك had broken يا بروك. لما هنيجي نراجع الماضي التام، انا مليتك ملحوظة عن الماضي التام، قلت لك الماضي التام بيترجم اولا، يعني تبقى عربيتي اولا اتعطلت منتصف الطريق، لازمك ثانيا لو فين الحدث التاني، فاكتب كده لا يستخدم الماضي التام كجملة منفردة، عمره ما يجي كجملة منفردة. تمام، لازم يبقى معاه ماضي بسيط حدث تاني، يعني هنا تبقى بروك، بروك داون، انت بتعمل سرد احداث، عربيتي اتعطلت في منتصف الطريق. نيجي للجزء بقى اللي هو check your understanding الخاص بمعنى الجملة. الجملة بتقول مستر محمد used to like hot pepper اللي هو الفلفل الحار in his food. انت لو بصيت في الجملة دي used to المصدر معناه ايه؟ اعتاد ان يحب، اعتاد ان يفعل، يبقى دلوقتي عكس المعنى.
انا بقول لك انا كنت متعود ابقى كسول، يبقى انا دلوقتي مش كسول. يبقى هنا اعتاد ان يحب، يبقى الان لا يحب، يبقى no longer likes، لم يعد يحب هذا. طب اعكس بقى، اصل هي لايكس ات ناو بيحبها دلوقتي، لا لايك ات ناو ازاي بقى برضو هي لايك مفيش اس، وازاي نو لونجر لايكد، احنا واخدين ان لونجر بعدها مضارع بسيط مثبت. طيب مستر محمد didn't used to like، لم يعتاد ان يحب، يبقى هو الان يحب، هو الان يحب، يبقى هي لايكس ات ناو. طيب تعالى لي بقى دول علشان احنا اساليب الثمانيه عاوزه اظبطها بقدر الامكان لانها بتيجي في الامتحان. 47 بيقول I wish I were rich. تعالى بقى المعنى الاول، بيقول انا اتمنى اني كنت غني، يبقى المتكلم مش غني، مش غني، انت عاوز نفي isn't او wasn't، لان اتمنى عكس المعنى. طيب التمني بالماضي البسيط يبقى تمني عكس الحاضر، عكس الحاضر، عكس الحاضر يبقى isn't. تمام. طيب تعالى بقى معايا، اتمنى اني كنت صحيت بدري امبارح، يبقى المتكلم صحي متاخر، صحي يبقى مش هينفعش النفي. تمام ماشي، ما ينفعش لا didn't ولا never، ما ينفعش النفي. طيب اتمنى اني كنت صحيت بدري، يبقى المتكلم صحي متاخر. طيب صحي got وهاز got، انت هتروح راجع للجمله، والله انت اي وش بعدها ماضي تام، الماضي التام تمني عكس الماضي مش عكس المضارع، يبقى got. تمام. when I was at home، لما كنت في البيت، I forgot all about work، نسيت كل الشغل، نسيت كل حاجه على الشغل. ده معناته، ركز بقى، الجمل دي فيها جمله واحده بس اللي صح لغويا، واي الحرف جر زائد اسم، خليها معاك، اثناء ما كنت في البيت نسيت. during home ازاي اثناء المنزل، ازاي هي هوم حدث، هوم دي ظرف مكان، يعني ما ينفعش during home، ولا لحظه المنزل، ايه لحظه المنزل دي، المعنى غلط، ولا وين ما بيجيش معاها حرف جر زائد اسم، يبقى الاختيارات كلها غلط، ما ينفعش فيها غير وايل ات هوم. اتمنى الفيديو يكون مفيد، هقابلكم في فيديو ان شاء الله حل المعاصر الماضي التام والتام المستمر الخاص بيونت 2. مع السلامه.